السلام عليكم دابا نوفية، مرحبا بكم في محل جلالة الديكور. أمي الحبيبة خالتي العزيزة خالتي مدام جدتي الحنونة عمتي الأنيقة، فيديو وفرنا فيه كما يقولوا شيئين أنيقين رائعين متناسقين متجانسين لكل حال يساعدونا بزاف الاستعمالات اليومية سيرتو في هذه الأيام الساخنة السخونة بزاف. خلاص هايديك جبنا لكم هذه العلبة، على بالي تسألوا تعواه، دوك نشرح لكم تعواه. العلبة هذه داروا لها واحد هنا واحد الفكرة، هاي الفكرة اللي تجيب ديها هكا، تدخل وتخرج. واش معناتها تدخل وتخرج؟ تريق لي هنايا الواحد تاعك هذا هكا، ويدخل هنايا ويخرج، ها هاكا شوفي فيها، تدخلي وتخرجي. يعني حاكم فرد يد برك تالي دوك نعطيكم بيان. هاد العلبة تحليها كيما راكي تشوف فيها، هايك هكذا هكذا، وتلوحي هنايا حابة تلوحي حاجة تجمد لك، في مثال تلوحي الكازوز ديري لا كلاص كيما تاع بكري هذاك هكذا، حبيتي ديري لا كلاص بتقليشه جديده ديري العلبه هذه، حابه تحطي الماء يجمد، حابه ديري صوصات كلاصيه، شتي صوصات كلاصيه تخدميها بالكازوز ولا ديري جي ولا واش بغيتي ديري تي، هنايا حطي يجمد كيما هكا وعطي الطفل تاعك يتقلش به. ها هذيك هذه تحطي فيها حاجه تجمد، ومن بعد كي تجمد الحاجه هذيك ما عليك غير تجبديها منها كيما تولي ساهله، دزيها هكا الفوق هكا دزيها لهيه لقدام تخرج، تولي تقدري تحكميها عادي جدا، تولي كيما الحبه هذه هكا بعد مختومه كيما راكي تشوفي هكا بعد، وتهزيها كيما هكا وتتبني بالطعم الجميل الانيق تاع بكري. باكلي بكري كانوا يديروا لا كلاص يخليونا يخليونا نقطع. هذيك يا امي الحبيبه هذه الساعه تاعها 15 نفت، توفر فيها لونين، اللون اورانج هذا ولون كروفات، هذه هكا ب 15 نفت. نزيدو نروحو نشوفو هذا، هذه فيها 8 قطع، هذا هما يا العزيزه يا الغاليه، تحطيهم يجمدو مليح في الفرجيدار، يجمدو شتي واش معناتها، كي تشريهم ديريكتومون تحطيهم في الكونجيلاتير، يعني يجمدو بيان مليح خلاص. ومن بعد هذه في مثال جاك ضيف وما عندكش ما بارد، في مثال خلاص ولا تجيب لي هاد القطع تحطيهم ديريكتومون في الكازوز ولا في الجي ولا في الماء، يبردوا لك في لحظتها بعد، هما يكونوا جامدين ديجا كي تحطيهم بعد راح يبردوا لك الماء هذا ولا الجي ولا الكازوز ولا اي حاجه. ومام طون راهم ديكور مليح، في مثال تقدري ديري حوايج زايدين، تقدري تشري زوج ساشيات كيما هكذا مع بعضهم وديري بزاف، تلوحي له مثل البنان زيد تلوحي له هذا كاتشينا ولا، وتحطيهم له في الجي تاعو يمدوا الديكور، ومام طون يبردوا له الجي هذاك اللي حطيتيه له. امي الحبيبه الغاليه هذيك هذه جمدوهم، هذا السعر تاعو 20 نف فيها 8 قطع كما كان الشرح. امي الحبيبه الغاليه كما كنت شيئا جميلين متميزين بالاناقه، نقولك شكرا حسن المتابعه، انتظرونا بجدد اخر، مع السلامه.